بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 41 من برنامج رحلة في أعماق الأجستيات. بتكلم فيها النهاردة عن نقاط مرتبطة بأسرار النجاح في النقل الدولي وفي أنشطة الأجستيات. الحقيقة إن أداء الشركة بتاع حضرتك أو أداءنا في أعمالنا عامة بيحتاج لمجموعة عوامل، من ضمنهم إني أنا أكون قادر إن أنا أشوف الأداء وأعرف أتابعه، وفي نفس الوقت أعرف أعمل له مقارنة أو أعرف أقارنه بحاجة تانية، سواء كان بأدائي في فترة سابقة أو بعمل له مقارنة أو بنش ماركينج مع ناس تانية موجودة في نفس المجال. وفي الأخير بالنسبة لي أنا كمنظمة بحتاج أعمل حاجة اسمها مساءلة أو مسؤولية. الثلاث حاجات دول بنقول عليهم إن أنا محتاج يكون عندي حاجة اسمها ديتكتابيليتي، أو إن الأداء بتاعي يكون مرئي، فانا بعمل اعرف اعمل له مونيتورنج. وكمان النقطه الثانيه مرتبطه ان يكون كومبيرابيلتي، في امكانيه ان انا اعمل له كومبيرنج، سواء ان زي ما احنا قلنا ان انا اعمل مقارنه لادائي في فتره سابقه او لاحسن الناس في المجال. واخر نقطه اللي هي الاكاونتابيلتي، او يكون في حد عندي مسؤول بالتالي اعرف اساله، اعرف اتابعه، اعرف اعمل له ريوردنج او اعرف اعمل له بانشمنت لو الموضوع محتاج. يعني لو خدنا الكلام ده طبقنا عملي على شحنه منقوله نقل بري، فمحتاج اعرف انا بالنسبه لي ادي اخباره ايه بالنسبه لنقل البري. يا ترى العملاء بتوعي مبسوطين؟ بروح لهم في ميعادهم؟ بلحق المركب قبل الكات اوف؟ يعني انا كعمليه نقل بري، سواء كنت انا مقاول نقل او كنت فريت فوردر بقدم خدمه النقل البري، انا بدي مثال عملي على ان انت تستفيد من حته الكي فاكتورز اللي ممكن يساعدوك في النجاح والتميز في عمليات اللوجستيات. فانت هنا لما تكون عندك متابعه وقادر تشوف ادائك، فهنا عملت الديتكتابيليتي. والحقيقه ان الكلام ده كله بيساعدنا في لو في سوفت ويرز موجوده، ودي من الميزات اللي موجوده في الديجيتاليزيشن اللي احنا عايشينها في عصرنا الحالي. اول حاجه انت عرفت اخبارك ايه بالنسبه لادائك في خلال الفتره السابقه، زي مثلا اخر شهر اخبارك ايه كالتزام في مواعيد وصول، مواعيد وصول قصدي عند الموردين بتوعك، او سوري اللي هم الكاستمرز بتوعك، او وصولك للسفن للمواني سوري اللي احنا طالعين معاها. طيب كومبيرنج الموضوع، انا والله بستهدف ان يكون ادائي على في الحته بتاعه الالتزام بالمواعيد دي، انا بستهدف يكون ادائي زي مثلا 100%، ده طبقا لامكانياتي عامله 100% او عامله 99 98 وات ايفر، او انا ده مستهدف ده، فانا بقارن ادائي الحالي بالمستهدف اللي انا المفروض عايز اوصل له سوري في خلال ادائي لهذه المهمه. طيب لو حصل عندي في ديفكشن او بنقول عليه فاريانس مثلا، او حصل في فروق بقى ما بين الاكشوال والبلاند، محتاج اشوف بقى مين المتسبب عشان ابدا اعالج، عشان ابدا اخد اجراءات تصحيحيه كوركتيف اكشن، اخد بريفنتيف اكشن. ومن ضمن البريفنتيف اكشنز طبعا ان انا لازم يكون عندي يا اما ريوردنج او بانشنج للمتسبب في مثلا الفاريانس الموجود. يعني دي بعض الاسرار اللي احنا ممكن تساعدنا في النجاح والتميز. ودايما بنقول ثانكس فور تكنولوجي ان هي بتوفر لنا الادوات اللي بتساعدنا على انجاز هذه او تساعدنا في الحصول على هذه الكي فاكتورز. والحقيقه ده مستوحى من دراسه كانت اتعملت في اعتقد في هولندا، بتتكلم على اهميه تطبيق الديجيتال سولوشنز في حل مشكلات شركات في النقل بشكل ادق. يعني ف الثلاث حاجات دول مهمين جدا، ان حاجه تكون عندك حاجه اسمها ادائك يكون مرئي، ان انت تعرف تعمل له مقارنه بغيرك سواء بنش ماركينج لنفسك او لناس في نفس الكلاس بتاعك او نفس الفيلد بتاعك. او كمان الحاجه الاخيره بنقول ان انت لازم يكون عندك مسؤوليه او ريسبونسابيلتي او اكاونتابيلتي. وده كان كلامنا النهارده، بنحاول نعمل بقى ان شاء الله مع حضراتكم حاجات كده تكون مفيده وتكون سريعه ما يكونش فيها كلام كتير. اذا ان نلتقي بكم في حلقات اخرى، اشوفكم يا رب دايما على خير، والسلام عليكم. كان معاكم اسماعيل نصار.